أهلا بكم. أدى انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح في سبتمبر 2014 إلى انهيار كل شيء في اليمن، وكان الضرر الأكبر على الأمن الاقتصادي، وتدهورت قيمة العملة المحلية إلى مستوى غير مسبوق، حيث وصل سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي إلى 458 ريالا. في هذه الحلقة من زاوية الحدث نناقش وضع الاقتصاد والعملة الوطنية بعد 3 أعوام من الانقلاب في محورين: ما هي الأسباب والعوامل المؤدية لانهيار الاقتصاد وتدهور العملة؟ ماذا عن مستقبل العملة الوطنية ومسؤولية الشرعية والتحالف؟ إذن وصلت العملة المحلية إلى مستوى غير مسبوق من التدهور بالتزامن مع انهيار الاقتصاد الوطني وارتفاع جنوني في الأسعار، في ظل فشل للجهات المعنية في الشرعية والتحالف في معالجة الأزمات الناجمة عن تدهور الاقتصاد وتضخم العملة. نبدأ النقاش بعد التقرير. 3 أعوام منذ انقلاب الميليشيا على الدولة حملت معها انهيارا في كل شيء، الأمن الغذائي وحتى العملة المحلية وجدت نفسها تعاني انهيارا كبيرا أمام بقية العملات. كانت البداية من خلال سياسة الميليشيا الرافضة توريد أي مبالغ مالية للبنك المركزي اليمني، وهو الأمر الذي قوض من دوره والتزاماته واضطره إلى صرف الاحتياطي العام المقدر بأكثر من 4 مليارات دولار لمجابهة حاجة المواطنين للغذاء والدواء. سياسة الميليشيا العبثية تواصلت من خلال إنشاء سوق سوداء للنفط والعملات وفرض جبايات غير قانونية على التجار تحت ما يسمى بالمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى زعزعة استقرار العملة المحلية وهروب رأس المال الوطني للخارج هروبا من بطش الميليشيا. الانهيار الذي عانت منه العملة دفع البنك المركزي إلى إعلان التعويم في محاولة منه إلى إنقاذ العملة، لكن محاولاته باءت بالفشل، وأدى انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم الذي تسببه هبوطها، الأمر الذي ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تعاني وضعا إنسانيا صعبا بسبب الحرب، وهو ما قد يضاعف من معاناة الملايين من المواطنين. واصلت العملة المحلية انهيارها المتسارع، حيث وصل سعر الدولار الواحد في التداولات اليومية إلى أكثر من 450 ريالا، في ظل غياب تام لأي مؤشرات قد تسهم في غياب هذا التدهور. يرى مراقبون محليون أن العملة المحلية لا تزال مرشحة لإنهيار أكبر، في ظل عزوف دول التحالف العربي عن القيام بواجبها تجاه منع هذا التدهور من خلال دعم الاحتياط العام، مما قد يؤدي وفق مراقبون إلى انهيار كلي ودخول البلد في أزمة قد لا تجد طريقها للحل قريبا. أبدأ النقاش مع ضيفنا من مارب الأستاذ محمد الجماعي الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أصحح فقط من عدن تنضم إلينا، شكرا جزيلا لك للمشاركة معنا في زوايا الحدث. أستاذ محمد، نظرتك للوضع الاقتصادي الحالي، كيف تقيم الوضع الاقتصادي؟ الوضع الاقتصادي معروف لكل مراقب أنه يتعرض لضغط كبير. الدولة تتمدد الآن في البداية ولا يوجد أي إسناد من قبل الخارج ولا من قبل المؤسسات المالية الدولية، وهذا ربما يجعل من هذا الضغط أحد أسباب استمرار الانهيار إن صح التعبير، لأن الانهيار يطلق على اقتصاد قائم، أما اليمن كان قد انهار الاقتصاد في بدايات 2015، وهي في الحقيقة محاولة حكومية، هناك محاولة حكومية كبيرة جدا للاستفادة ما أمكن من الإيرادات، الإيرادات المنافذ وبعض الجهات الإيرادية من 3 محافظات فقط: عدن وحضرموت ومأرب، وفي هذه اللحظات ربما تنضم شبوة بعد تحرير بيحان، تنضم إلى قائمة الإيرادات التي ستستفيد منها الحكومة كونها
رئة اقتصادية مهمة لم تستطع الحكومة حتى الآن الاستفادة منها. طيب بما أن الاقتصاد أرقام، هل هناك أي إحصائيات تقيم الوضع المالي والاقتصادي اليمني يمكن أن نضع المشاهد أمامها؟ المؤشرات في يعني في الاقتصاد يمكن قياسها من خلال قيمة العملة، يمكن قياسها أيضا من خلال يعني توزع البنود الموازنة العامة للدولة على أبوابها، والنظر إلى الإيرادات من زاوية الناتج المحلي والصادرات، وكذلك تصدير شحنات النفط وتفعيل المؤسسات الإيرادية. لا توجد مؤسسات، لا توجد حتى الآن أرقام لا صادرة من البنك المركزي ولا غيره، لا عن نسبة الآن نمو ولا عن نسبة العجز، نظرا لأنه لا توجد موازنة قائمة حتى الآن يمكن القياس عليها. طيب أستاذ أحمد، ما الذي يمنع أن تكون هناك؟ يمكن القول أن الاقتصاد القائم الآن هو اقتصاد حرب. طيب اقتصاد الحرب لا يقاس عليه. طيب ما الذي يمنع أن تكون هناك موازنة للدولة؟ هناك موازنات تشريعية، هناك موازنات يعني هناك أسباب تشريعية، هناك أسباب قانونية، هناك أسباب مالية، والحرب أحد أهم يعني الموانع التي ربما لا تستطيع الحكومة إنجاز ميزانية بحجمها نظرا لانقسام المحافظات بين الشرعية وكذلك الانقلاب. وهناك إيرادات مهولة ما تزال أيضا بأيدي الانقلابيين، وطالما الحكومة في حالة حرب فهي تبرر لنفسها عدم استطاعتها إنجاز موازنة ولو شبيهة بالمستوى الأدنى لعام 2014. لكن بالأمس وجه الرئيس رئيس الوزراء وطلب منه ومن حكومته الرفع باحتياجاتهم وخطتهم لعام 2014 خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما، وهذا ربما مؤشر إلى أنه لا توجد نية لموازنة، إعداد موازنة بمعناها الحرفي والمليء، وإنما يوجد يعني ما يشبه قائمة الاحتياجات وخطة عام 2018، وأيضا طلبها منهم على عجالة. هذا أيضا يؤشر أنه لا تستطيع الحكومة حاليا أن تعيد موازنة بالمعنى المتعارف عليه. طيب انهيار الاقتصاد، إذا ما بحثنا عن الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار، هو الانهيار بدأ في بداية مع بداية الانقلاب. مؤسسات الدولة والتهامها والتهام الاحتياطي النقدي وعدم صرف رواتب موظفي الدولة وعدم تفعيل الكثير من القوانين المتعلقة الثقة المالية، سواء من حيث مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وغيرها. هناك أسباب كثيرة أدت إلى ما نحن عليه الآن، كان على رأسها الانقلاب، والذي تحول بعد أشهر قليلة من سبتمبر 2014 تحول إلى اقتصاد حرب بالنسبة للحكومة، واقتصاد سوق سوداء بالنسبة للميليشيات التي يعني نستطيع أن نقول أنها تمركزت على قوائم مالية جديدة واستثمارات في الداخل وفي الخارج، اعتمادا على الفوضى القائمة في البلد، والتي كانت هي سببا لها، بدءا بتعويم أسعار النفط في القرار الذي أصدره الحوثيون مخالفا لكل القوانين، ويعني وبصورة لا تسمح باستيراد النفط سواء لشركات محددة تتبعهم. لذلك نحن الآن نستطيع أن نقول ما هي يعني ما هي أهم يعني الأشياء التي يمكن أن تعود بالاقتصاد إلى جادة الطريق الصحيح، وأهمها كما يعني ناقشنا معكم ومع غيركم في كثير من الأوقات أن الحكومة تحتاج إلى دعم خارجي أولا، دعم احتياطها النقدي يستطيع أن تثبت فيه أسعار العملة وتتعامل به مع الصادرات والواردات وتحسن سمعة الحكومة في الخارج، وأيضا دعم الحكومة لإقامة موازنة وإعداد موازنة عامة للدولة يمكن محاسبتها عليها والوقوف أمامها بشكل
قوي. الحكومة الآن تتكبد موضوع الرواتب والإنفاق على الموازنة التشغيلية للحكومة وعلى الجبهات دون أن يوجد هناك دعم من أي جهة كانت. طيب سنعود للحديث بشيء من التفصيل عن الدعم المقدم للحكومة وكيفية التعامل وتقييم أداء الحكومة في الملف الاقتصادي. إذا ما نظرنا قليلا إلى العوامل التي أدت إلى التضخم الحالي في العملة الوطنية، ما هي هذه العوامل وما هو مستقبل العملة الوطنية؟ إلى أي يعني مدى يمكن أن يصل الانهيار في قيمة الريال اليمني؟ ستظل العملة في تدهور ما دام هناك لا يوجد أي إسناد للريال اليمني في خزينة الدولة ونقدي. سيظل الموضوع مرهونا بالعامل الوطني لدى المواطن الذي يمتلك الأموال ويضارب بالعملة، لدى التاجر الذي يحتاج إلى هذه العملة ليستوفي بها صادراته، ويعتمد أيضا على هيبة الحكومة وقيامها على سواء في حكومة في صنعاء أو الحكومة الشرعية في عدن والمحافظات التابعة لها، يعني وفرض هيبة القانون فوق الجميع، ومن ناحية يعني تحميلهم المسؤولية الوطنية ومحاسبة المخالفين. في غير ذلك لا يمكن أن يتراجع الريال إلى مستوياته المعقولة والمعتدلة ما لم يكن هناك إسناد خارجي. وهو هنا نحن نتساءل عن الإسناد الخارجي، لماذا لم يعني يتم حتى الآن بالرغم من الوعود السعودية والفرنسية ووعود البنك الدولي والمؤسسات المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي؟ هذه كلها إلى الآن لم تفعل ولم تتم. أين المشكلة؟ يعني هناك حديث عن دعم ربما مقداره 2 مليار دولار من التحالف العربي، أين ذهب هذا الدعم؟ وما الذي يمنع تطبيق وتنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع؟ قد نحمل الحكومة جزء من المسؤولية. نقول أن أشقائنا في الخليج صادقون في موضوع الدعم، وأن السعودية خاصة وهي على وجه التحديد تساند اليمن في كل الأوقات. لماذا تأخر حتى الآن؟ لنحمل أنفسنا جزء من المسؤولية ونقول أن الحكومة ربما لم تقم بالأمور هي وفقا للاتفاق الذي هو أصلا سبب الدعم المقدم لليمن. هناك ما هو أقوى من هذا، وهو أن الانتصار لا يمكن أن يتم في الجبهات ما لم تسند أيضا حكومة قوية تدفع الناصر، تستطيع أن تفي بالتزاماتها، تمنح الثقة لمواطنيها ومنتسبيها في الجبهات وفي الميادين العامة. عندما تحرك موضوع الرواتب في العام الماضي أو في هذا العام الذي نحن فيه في يعني في 2017 تحركت الجبهات، تحركت أيضا تحرك المواطن وتحرك الوعي لديه، وأصبح يشعر يعني بالنسبة للحكومة بمسؤولية أكبر، وبالتالي تحركت صنعاء، تحركت المحافظات التي تحت يد ميليشيا الحوثي، وأصبح المؤشر مؤشر خطير بالنسبة للحوثيين لأن الحكومة نقلت المعركة إلى أوساطهم. طيب ونحن نتحدث عن مسؤولية الحكومة الشرعية، كيف تقيم أداء الحكومة في الملف الاقتصادي؟ أنا ربما يعني أصدمك قليلا وأصدم المستمعين إذا قلت أنني متفائل جدا بتحرك وأداء الحكومة، لأن النظرة لما يمكن أن يتم نستطيع أن نقول أن الأمور تعدلت إلى حد كبير وأصبحت صورة الحكومة الشرعية واضحة جدا لكل ذي عينين، وأصبحت الآن عسكريا على صنعاء وماليا على أبواب ميناء الحديدة وشبوة وإدخال مارب إن شاء الله وفقها إلى 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 يعني بعد تأمين خط مارب شبوة سيكون ستتحرك موضوع النفط والغاز المسال. استطيع ان الحكومه تشتغل في جميع على جميع الاصعده، سيكون المؤشر كيفا، لكن الحركه موجوده والتكامل موجود بين كافه مؤسساتها، ونحن نقول اخي الكريم رئيس الدوله وهو يعني يقوم بمهامه في الملف الخارجي جيدا، ونائبه يتحرك على الجبهات، ورئيس الوزراء يدير امور الدوله ويعني يفرش الأرضية
التي يمكن أن تعود عليها مؤسسات الدولة من خلال تسكين الوزارات، تسكين المؤسسات العامة للبلد، محاصرة الإنقلابيين في كثير من المصادر والموارد، يخرج بن دغر ووزرائه في كل مرحلة لتحقيق خطوة جيدة. ونحن هنا ربما لو أن القناة أو غيرها رصدت من خلال حصاد سنوي للمؤشر الاقتصادي للبلد سيكون المؤشر إيجابيا وجيدا بإذن الله. طيب بالنسبة للآن الاختلالات البسيطة التي ربما كما تقول موجودة في أداء الحكومة فيما يخص الملف الاقتصادي والمالي كمقترحات، ما الذي يمكن وضعه من مقترحات أمام الحكومة لتحسين أدائها في هذا الملف؟ سأقول إن على الحكومة أن يعني تنتبه لموضوع الفراغات القائمة في مؤسسات الدولة، هذا هو الأهم الآن، لأنه بدونه سيكون المال يطير بجناح واحد، إذا لا قضاء يحميه ولا مؤسسة أمنية تسنده ولا قوانين اقتصادية تدعم الخطوات التي يعني يسعى إليها. وأضرب لك مثلا ميناء عدن عندما يصبح الآن هو أحد أهم موارد الحكومة الشرعية ويقوم بإجراءات للإصلاح في الأدوات والأوعية المالية التي تركض الدولة بالمال الكثير، لكنه يواجه حربا شرسة من خلال النقاط الموجودة بين عدن وصنعاء وعدن وبقية المحافظات، وهذه ناحية أمنية تجعل أداء الميناء وإيراده أقل بسبب أن يعني الأجهزة الأمنية لم تؤدي دورها في هذه الأماكن بالذات، على الأقل في الأماكن التي تحت سيطرة الشرعية. فلا نريد أن يواجه التاجر والمستثمر عقبات بين عدن والمحافظات الستة التي تليها من جهة شبوة وأبين وغيرها ولاحق وضالع وإب. هنا سيكون لميناء عدن يعني قراره وقوته وكلمته، لكن عندما لا تفعل الأجهزة الحكومية بالكامل سيواجه هذا الميناء وغيره من المنافذ الكثير من الأقطاع. لذلك أجهزة الضبط الأمني والقضائي هي من أهم يعني الأشياء التي يجب على الحكومة أن تركز عليها وأن تثبتها في المرحلة القادمة. طيب إلى جانب ضبط الأداء الأمني أيضا الانهيار الحاصل والمستمر في العملة الوطنية، كيف يمكن إيقاف نزيف العملة الوطنية حتى يتم تشجيع رؤوس الأموال والمستثمرين على البقاء في الداخل والمواصلة والاستمرارية في الدفع بالعملية الاقتصادية داخل البلد، لأنه ربما هذا الانهيار المستمر كان دافع كبير للكثير من رؤوس الأموال لمغادرة البلد؟ يعني لم نتحدث عن مغادرة كبيرة، لكن نحن نتحدث عن حاجة التجار للدولار وللعملة الصعبة. الحكومة ربما تغض الطرف في هذه المرحلة وغضت الطرف أيضا في مرحلة ما سابقة عن المطالبة بالعملة في الأسواق لعدم قدرتها على ضخ الدولار إلى السوق وتأمين حاجات التجار في الخارج لدى الجهات يعني المؤسسات المالية الدولية. يعني أنا تاجر وأريد دولارات، هل ستستطيع الحكومة أن توفر لي هذه الدولارات؟ وأنا لماذا أحتاجها للخارج؟ هل ستستطيع الحكومة أن تسد هذه الفجوة من خلال احتياطها النقدي في الخارج؟ لا تستطيع. لذلك نعود ونقول أن الحكومة بحاجة إلى إسناد في هذا الموضوع حتى تستطيع توفير العملة الصعبة للداخل وتأمين واردات وصادرات المستوردين اليمنيين وتعاملاتهم في الخارج. البنك للبنوك حتى يستطيع أن يوفر للبنوك التجارية احتياجاتها وللتجار احتياجاتهم وأرصدتهم في الخارج مليئة بالأموال يستطيع أن يعزز من خلالها ثقة المؤسسات المالية الخارجية وكذلك الجهات التي يستورد منها التجار اليمنيون والمستوردون، وكذلك أيضا البنوك المحلية لا تستطيع أن تنقل أموالها إلى الخارج. هناك مشكلة حلها أو يفك شفرتها الحكومة مع التحالف يدا بيد. شكرا جزيلا لك ضيفنا الوحيد في هذه الحلقة من زوايا الحدث الأستاذ محمد الجماعي الكاتب والباحث الاقتصادي. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، في أمان الله.